شهدت له كل الخلائق بالتقى وتعلمت حبا مدى الإيثار يمشي إلى درب التفاني زاهدا ويبلسم الأخلاق في إبهار صلى عليك الله ما قرأ الورى آية الكتاب بهيبة ووقار شاعر وأديب من محافظة الإسماعيلية صدر له 16 ديوانا في الشعر الفصيح وأربعة دواوين بالعامية المصرية عضو اتحاد كتاب مصر منها العزف على الوتر السادس ورشفة من ضياء الحسن والبيان في سيرة العدنان الآن نستمع إليه ومن كالمصطفى شاعرنا الدكتور حسن سلطان فليتفضل السلام عليكم سعيد جدا بحضراتكم من كالمصطفى ركبت البحر والموج المهاب وكانت قبلتي هدفا سراب رحلت عن الديار تركت أهلي فماجى البحر وابتلع الركاب ولم أرى في الدجى أحدا يراني ولا حوتا دنا مني اقتراب ذكرت الله في ظلمات ليل فلاح البدر واخترق السحاب رآني من رأى الأهوال عندي فأنقذني وأسمعني عتابا وأسعفني وهيأ مستقرا وهنأني وودعت الضباب ونال بصحبتي دعوات هدي فأسلم حيث كنا ثم تاب وشاء أميره كفرا بواحا أراد إهانة واستل نابا فجاءت غضبتي وانهال شعري وقد عبر الحدود وليهابا وفيه سماحة المختار صدقا وصدا للبغي إذا تغاب فمن كالمصطفى هديا ونورا ومن كالمصطفى سمحا مهابا ومن أخلاقه تمت وفاحت ولاحت والشزى في القلب ذابا فأخلاق الأمين بلا مثيل هي القرآن يهدي من أنابا مؤكدة بإن وحرف لام من الرحمن حاشا أن تعابا وإن تمامها من رب كون هداه إلى الصراط ومن أجاب كفاه الكفر والمستهزئين فنال الفضل والقول المجاب ونال الحوض للظمأ تحلى نعيش الصبر نجتاز الصعاب لنهنأ بالنبي إذا تجلى سيعرفنا ويسقينا الشراب سنسبغ في الوضوء بكل عزم ونكثر في السجود لكي نحاب وحلم المصطفى ثمر تدلى به العفو الذي عم اللباب وطاب الصدر والشيطان ولى وعرق القلب بالغسل استطاب عليك أرد يا ابن المعالي فدع عنك التعالي والحجاب وما ردي دفاعا عن نبي كفاه الله شرا واضطرابا كساه الله نورا لاح حتى أنار الشرق والغرب استحابا وسل إن شئت عن صدق المكفى فحاز بصدقه القوسين نقابا ونال شجاعة الفرسان حقا فجاس الكفر خوفا وانسحابا ننال شفاعة العدنان فينا إذا كنا عبادا لا ذئابا وعدل المجتبى قد كان حدا ولو سرق القريب فلن يحابا فهذا أحمد إن شئت فارسم جمال الكون مذكرة الكتابة وإن لم تستطع فلسوف نرضى بدمع العين عذرا مستجابة شكرا لحضرتكم أستاذ الدكتور تامر الغزاوي أستاذ اللغويات لكلية الآداب بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله مساءكم جميعا و
حي الله هذه المنصة التي لها عظيم الإجلال والإكرام لما بذلت من جهد لهذا الجمع الطيب المبارك في زمن تاهت فيه الثقافة ولم يعد فيه كما قال شيخنا الشيخ شاكر طريقنا إلى الثقافة، بل أصبحنا الآن نبحث بالبوصلة عما يوصلنا إلى هذه الطريق. فتحية كبيرة لمن نظم هذا الحفل المبارك وجمع هذا الجمع الطيب من علماء أكارم حتى نستفيد منهم. فقد سبقني بالكلمة أستاذنا الدكتور أحمد عمطر وقد استفدت منه كثيرا، ومن قبله ذلك العالم العلامة أستاذ الدكتور أحمد عيد، فحي الله هذه الوجوه النضرة جميعا. ثم بعد ذلك نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا به، وإن لم نحتج إلى تذكير ولكنه ذكرنا بالثواب، أستاذنا الدكتور حسن سلطان، فبارك الله فيه. وكما قالت الإذاعية الكبيرة جهان الريدي في بداية هذه منذ أن حضرت، أننا حضرنا هنا من باب التكريم، نقول له شكرا على أنك استمسكت بهذه الطريق الوعرة، ولكننا نريد أن نقول شكرا أكثر من لكن. لماذا؟ كما أنت أريد أن أندرج إلى العامية، لن يرضى عنك في سيارتك ميكانيكي واحد. لو ذهبت إلى واحد يقول لك البيجو، ولو ذهبت إلى الآخر يقول لك البطارية، ولو ذهبت إلى الثالث يقول لك كذا، إلى أن تمل من السيارة بأكملها. ولذلك دائما ما نقول نحن نشجع أكثر مما نقول لك. وأثر جامد. فطبعا شعرنا الدكتور حسن سلطان، يعني أنا أستأذن معاليكم فقط في شيء واحد فقط، وهي الوحدة العضوية للقصيدة. أنا قرأت هذه القصيدة لأكثر من مرة، فأريد أن أربط معذرة ولكن لا أستطيع الربط بين الأجزاء القصيدة أو بين الانتقال من جزء إلى آخر. ركبت البحر والموج المهابة إلى غير ذلك. أنت صراحة ذهبت بي إلى عالم آخر وأدخلتني في هذا العالم من الأمواج وتلاطم الأمواج وهيجان البحار إلى غير ذلك. ولكن فجأة فلاح البدر واخترق السحابة. أنت تتحدث هنا أن الذي أنقذك هو ذكر الله سبحانه وتعالى. ذكرت الله في ظلمات ليل فلاح البدر واخترق السحابة، رآني من رأى الأهوال عندي. إذن معنى ذلك أنا أتحدث عن الذكر، أتحدث عن الحوقلة، أتحدث عن التسبيح. ثم انتقلت لي لحظة واحدة دون أن أدري ماذا حدث، ونال بصحبتي وشاء أميره كفرا بواحا، أراد إهانة واستل نابا. انتقلنا بعد ذلك، أنا عندي هنا تقريبا 5-6 أبيات، أنا مش عارف هم جون في النص كده، مش عارف أعملهم مفصلة ما بين اللي فات واللي جه. ولذلك ثم بعد ذلك وقد عبر الحدود ولم يهاب، وفيه سماحة المختار صدقا. إذن معنى ذلك وفيه سماحة المختار، إذن أنت تتحدث عن شخص آخر غير النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فأرجو هذا هو الجزء فقط الذي نحتاجه في ربط الوحدة العضوية في القصيدة وضبط الضمائر على من تعود هذه الضمائر، على النبي صلى الله عليه وسلم أم على ذكر الله أم على إنسان غائب ظهر لي في تلاطم الأمواج وظلمات البحر فأنقذني من هذا الأمر إلى غير ذلك. ولكن حتى عندما أقول معذرة على ثانية واحدة فقط، تمام، عندما أقول فأخلاق الأمين بلا مثيل هي القرآن يهدي من أناب مؤكدة بإن وحرف لام، نريد أيضا يعني هذه إن لم تكن عند الشاعر ولكن هي علينا نحن، نحن نخاطب الآن مجتمعا يكاد أن يكون صفرا في الثقافة، تمام. فعندما أقول هي القرآن يهدي من أناب مؤكدة بإن وحرف لام، أنا عندي أفعل كما فعل القدماء وأقتبس من القرآن الكريم وإنك لعلى خلق عظيم، وخلصت القضية على كده، تمام. شكرا، ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، ولن أستطيع أن أطيل أكثر من ذلك لأننا مهما بلغنا لن نبلغ شأوى وعلو كعب شاعرنا العظيم الدكتور حسن سلطان. شكرا لكم أستاذنا. كل الشكر والتقدير لك أستاذ
استاذنا تامر المغازي، وطبعا شكرا للاستاذ غزاوي، اعتذر، وطبعا شكرا لشاعرنا الدكتور حسن سلطان. والدكتور حسن سلطان منذ قرات له وانا اسميه شاعر النفس الطويل، فانت تقرا قصائده فتشعر انك دخلت في المعلقه. وبالطبع هذا لعشاق الشعر يعني هدف رائع ونبيل، لان من يحب الشعر يتمنى ان يستمع له كثيرا كثيرا. لذا في الشعر الدكتور حسن سلطان يبدا قصائده قليلا ربما احيانا بعيدا عن الهدف الاساسي من القصيده كما يفعل الاقدمون، ثم يدخل في موضوع القصيده درجه درجه. وكما قلت البعض يحب هذه الطريقه، لكن في وسط الزخم الذي نعيش فيه في هذا العصر الذي اصبح قارئ الشعر فيه كأنه يقتطع من وقته ومن نفسه ومن روحه ليكمل القصيدة، أصبح القارئ يتعجل الهدف الأساسي من القصيدة، وكأنه يقول للشاعر قل لي مباشرة ماذا تريد وابدأ قصيدتك من حيث تريد أن أستمع إليك. هناك أيضا تعليق طفيف جدا جدا، أقول إن الكلمة المسموعة تختلف عن الكلمة المقروءة، لذا الكلمة المقروءة يمكنك أن تتوقف أمامها وتستعيد القراءة مرة ثم مرة ثم مرة لتقف على المعنى أو لتربط جوانب القصيدة أو جوانب الموضوع. أما الكلمة المسموعة فهي هواء يطير في الهواء، إذا جاءت في المنتصف كلمة تعوق هذا التتابع أفقدتك ما سبق وما تلا. نعم، فالمستمع هنا سيقف أمامها ليفكر فيها ماذا تعني هذه، ويضيع منه ما يأتي من بعده. كذلك الصورة الشعرية، أنت مزخ يعني أنت تكرس جهدك لصورة شعرية يهيئ القارئ نفسه لها. إذا فجأة أو إذا التبست صورة شعرية مع صورة شعرية أخرى يفقد المستمع توازنه. أقول هذا من خلال بيت شعري يعني جاءت فيه هذا التداخل بين صورتين شعريتين، وفيه سماحة المختار صدقا وصدا للبغي إذا تغاب. بمجرد أن قلت صدا للبغي إذا تغاب أصبحت حالتي النفسية مهيئة للهجوم على هذا الغبي. تأتي بعدها مباشرة الكلمات فمن كالمصطفى هديا ونورا. أنا انتقلت هنا من حالة نفسية فيها هجوم على هذا المتغابي إلى وصف سريع لمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. ربما هذا بالنسبة للشاعر يكون أمرا عاديا لأنه يقذف أو يعطي ما في روحه، لكن أقول إن للمستمع حالات أخرى وضوابط أخرى في الاستماع. شكرا جزيلا لك دكتور حسن، تمتعنا دائما بأشعارك الرائعة.